غيمة في الأجواء ليست سحابة صيف، هي إذن سحابة حزن بحجم العراق، كبرت وتراكمت فصارت عاصفة بشرية، أو سميها إن شئت عاصفة الرجوع إلى الوطن، ليكون النداء غيمة بل غيوم مأزومة في شتاء الأزمات العراقية، لكنهم باقون ولتسمعهم الحكومة. يعني احنا ما نروح، احنا الدنيا جاي تمطر وبرد، ما نروح 24 ساعة وخلي تسمعنا الحكومة، ما نروح وباقين هنا وللموت وما نروح ابد. اما صوتهم فبدا واضحا في أروقة برلمان يتردد صداه تأييدا وتأكيدا. نحن قلبا وقالبا مع الشعب، ولكن في الآونة الأخيرة يعني تغيرت الحال، خصوصا بعد الاعتداء الذي صار في ساحة الوثبة لهذا الطفل. يعني بعد هذه الأنظار العالم كلها تغيرت عن، ويعني تصور أن هذا المتظاهرات خرجت عن مسارها الحقيقي. نحن من دعاة التظاهر السلمي ومساندين لكل أنواع التظاهر السلمي. نقصد التظاهر السلمي أنا لا أعني قطع الطرق ولا عن إيقاف الدوام. ولأن العبث في سيرة حياة العراق عبث تجذر في تفاصيل حياة شعبه، عادت رائحة الدم تحرف الطريق. هاي دماء شهيد. يتأرجح مصيرهم، لكن إرادتهم ثابتة، تقول لكم الدم ولنا العراق. ما عندنا شيء، احنا باقيين سلمية وما نروح، نبقى نظهر يومية وما نموت، نموت 10 نموت 100 طافرين على القضية. الساحة مترقبة لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلها وإجراء انتخابات مبكرة، والمجتمع الدولي ينتظر كذلك، والسيادة هي الأخرى تنتظر الرجوع إلى عراقها.